أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله منها وإياكم. والدرس كله وآه درس أفراد بين المولى تبارك وتعالى دم بدافك إيوه أسباب تروح له لوانك ذا أنا بحني دم بداف الربطة عدي أن كدا دقنه ولله الحمد تبارك وتعالى أسبابها إلهي وقليي دم بداف كيسة يقفك مؤمن كالغر ربو إنو أكال ميستو أسبابها هلتانك إلهي دم بداف كيسة أساس وعه ليبانتا الدونك إيا ليبانتا آخر الله بضبا وحاكم دا سببت كواد أدون كإن لقاه له إنه حقيقي يس 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 توحيد كإلهي إيه من نمديسة إيه إن أنا الله أشريك يلين الله نكجالون إن رميسة إلهي من نمديسة إن وكلي أدون كإسكلي هاي كلي عباده إنه أبورتي كلي وح والبا إساقا كيلي لسيه سبحانه وتعالى أيال هذا التوحيد وكيليني ماذا وح كستقو آد سمينيسو إن إلهي كيلي سبحانه وتعالى آد سيسو إسلامك أنا إلهي إدنا أنا ذو حبال لو داشين نعموين كإلهي وإلهي كوكوما نستينا إلهي أنا كذا كفرين أرنت نوع عسى هدي أدون كله جهله إلهي سبحانه وتعالى وحو أبلن قاضي إن أدون كاس إلهي أودم بدافع سورة النساء آيات أفرتني السديد وآيات عظيمة إلهي القرآن كوحكوا لآياتس إن الله لا يغفر أن يشرك به إلهي وما الدم بدافه هدي له شريك يا لقفك وسببت قفك هدوء اللي كجاله أما الله منافق قال أح وكان نقض أما الله سبحانه وتعالى حكم كيس يو كلني ما دي سئن عبادة كل جيس كليه سوى قفك مسلم شاكنا يو ألا أديه وحسببت أم مشرك أم نغنائي وإلهي أولي إن الله لا يغفر عن يشرك به ألا أمدن بالدافه هدي الله شريك يالو أما اللي لو داتي عبادة ديسة إيا حكم كيسة عدك لا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي وحودن بالدافه انت وحي كسوك يعدو دون قفك أهل معصبة النقضة يعني هي قفك هدو أهل معصية هاي والذنب كستكو دعا وحالي الآيات دنوا آيات دو قرر جدا بدن له ننك تاركو صلاة كا قفك إلهي الرمي اللي وحيدي مسلم أه لكن صلاة دا كتغي وحالي إلهي دن علماء دو آيات دو قرر جدا بدن له ننك تاركو صلاة كا وإلهي بايدي ويغفر ما دون ذلك إلهي ودافع هدي وقفكم مع السي كرد إلهي سكدي وحي كسكية وداك وإلهي إلا وداكية عبادة ديسة وحي ودافع لما يشاء عدو دونه أي كم من دون كرته قفكي سلاة دكتكي وقتكي يعني هي ضعفي إيمان كيسة وآن وعني إلا هدو جحود وقتكي يديد مو أولي هي إلهي بس سلاة دي ملك كاسوا مشرك وقال وي
أما إسقاط رميسان إن لقولي هاي سلادي هدي وإيمان كيس أنت ضعيف إيمان كيس مع عسي فوشة وحياة بدنا مع عسي أي قلب كيس دباش أو مرك قاركود وإتال وهلو أي إنه سلادي بتكده أو إلهي أقنتي أي هوس قد عضو أو دبادنا مكري إلهي وآمن كنقضو هدي وصدع سلادة وقتهجو وحسوق لي يا بير هذين جمهور العلماء مرك لقيت يا بير إمام أحمد بن حنبل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلهي وقول دافع وحي عن شركة هاي صدع سلادة وكلا قفك صدع وقتهجي وقمرت وحي وضونه وسلادة كمتهاي ومن يشرك بالله بالله أحد كإلهي أشريك يا له فقد افترى إثما عظيما كاسوا على سواه استه كتعجر قفك الله سبحانه وتعالى أشريك يا له إسقوح أبورتي افتراء يبين أبور إثما عظيما الله وحده جل وجل جل جلاله مركله إن الله لا يغفر أن يشرك به إلهي وما دم بدها فقفك هدوء الله وشريك يا ربه سجى وشريك يا الله اتكلم ويغفر إلهي ودافع ما دون ذلك انت وحي كسكية وحي ودافع لمن يشاء دونه لكن ومن يشرك بالله قفك إلهي وشريك يا الله سجى مرك إلهي حر فقد ضل ضلالا بعيدا إلهي والله لمد يبادي فق وأنا صانقني والعياذ بالله لذلك أنا مدرداء وحلق وريي تقول إني تري سمعت وحن كم غلي أبا درداء نكيدي وحن كم غلي رضي الله عنه يقول أبو درداء ولا يعني رسول قال أبو درداء بوحلي وحن مغلي رضي الله عنه يقول سقال أبو درداء سقال سمعت وحن مغلي رسول الله رسولك إلهي من مغليه يقول له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل ذنب ذنب دمانتي عسى الله أن يغفره إلهي وحو حقيقة كيها ذنب كسته أن يغفره إنه ضعف هدو مدي سو ضعف إلا من مات مد مياري كجير يودي مشركا إسقو إلهي وشريك ياري إلهي حكمك وما أقوله مرك لا شريعة على سكو حكومة يا فحريهم حان شريعة على كفلنا نعوذ بالله من ذلك الله بدنا دلني رضا الصومالي إذا ما أنت كوها بابي أما جهيوك قالوا ماي إني دينت إيا علماء في اللقاء ديان مرك دينت إلهي لسو هذا القاضي يعني وحد الله يا بيسا فدنو dadka soomaaliyeed ama dhalinta soomaaliyeed in badan oo kamid waxa maanta ugu filatay walciyadu billaah inaanu qofku alla ka baqayn marka allaba la soo qaado isagoo maartay in uu wuxuu doonay iska dabaasho adaba hadis ka dhageysaa walaalkayga muslimka ah kullu dhanbin asa allah yaghfir ilahay dhanbi kasta wuxuu mudan yahay inuu ku dhaafo adoon yahay aniga iyo adiga iyo iyaga dhamaantood illa man mata mushrika qofkii ku dhintay isagoo ilaahay sokedi caabudaya oo xukunka siinaya oo cibaadada siinaya oo cabsida siinaya ilaahayna iskaga tagay ilaa man maata mushrika kaasi waa mushrik aw mu'minu qatala mu'mina muta'ammida ama qof mu'mina oo dilay mu'min kale si martay bareed u dilay maxay yaray diiga qofka muslimka ilaa laga gooyo ilaahay ku dhaafay maayo قفك مسلم ودلي مؤمن متعمدا إلهي بعدي فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما والعياذ بالله إلهي بالغ قفك مؤمن دلا متعمدا جزيه سوى جهنم وخالدا وكوار فيها وغضب الله عليه إلهي وأعرض ولعنه إلهي والعضل ونحرس سوى كفقه وله عذابا عظيما وحن لي عذاب عظيما marka labadaa dambi qofku inuu ilaahay u shariig yeelo iyo qofku inuu qof muumina bareed u dilo oo dhiiga muslimiinta inay daataan ka shaqeeyo labaduba waa laba dambi oo cadi ah
رواه أبو داود بحديث كاوري الباني وصحيح بكل سلسلة صحيحة نمبر كشان بقولي كوبيتون. وكذلك الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهما الله وضبع إساقنا وحكوري أو كنت صحيح حديث كان صحيح المسند كيس مما ليس في صحيحين نمبر ككل لح بقول يتدوات يافر حديث كلاي نوع عدينا إسا شركي قهلك أتاقين هاي يوحي شركي كسو كي يقفك إنو رجا وين لي هاي أدان قفك مشرك هاي إلهي دمداف كيسا وحكم دا من حديث معاوية رضي الله عنه قال إنو يدي سمعت وحن كم غير رسولك صلى الله عليه وسلم معاوية وحيد رسولك وحن كم غير يقول سقولة كل ذنب ذنب دماتي عسى الله أن يغفره إلى هاي الذنب كستوح حقيقة كيهين ورافع دوم ديسة إلا الرجل ننمو يعني نن سقى الله رافع مايو الرجل ك معناه هو اسم جنسي قف كدبر إنه سوق لسا قف مو يعني بس كنا ونسا إلا الرجل يقتل قف مو يعني يقتل دلي المؤمن قف مؤمن دلي متعمدا واكو أو الرجل نين مو يعني أو مرت والرجل نين مو يعني يموت بنتي كافرة إسقاط قال أه أو إلهي كقال وبيه مشرك نقضي والعياذ بالله إلهي أنت كلدتك مؤمن أنت وورا في إمام النسائي حديث كأصوات صار يا أحمد البنا سي حدا عشان بقول يكوبته الحديث كأهر نمبر كيس يكوصوات صار وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحد سمعت رسولك وحن كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الرسول قال قال الله تبارك وتعالى إلهي وحي يدي يا ابن آدم إن آدنو إنك لو آتيتني آد حديثك أو دقي سؤال عليا حديثك آد يا آد دقي سؤال وحلا يابلي إلهي وحاو إنو أغتلق علي بل دقي سؤال إلهي تبارك وتعالى وحورنا يا حديث القدس يا ابن آدم إن آدنو إنك لو آتيتني بغراب الأرض حداد إيلاتي ما تدلك مجي أو خضايا قففة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا كدبنا عديت ما دو عديق ودن بقولك مجي عانو كتشرين شركي عديسة ميسي لا آتيتك وحنكولا إيمانيا مردات شركي قيقا يدنوبتا عديم كاي لهي عانو رافين أتكفقات وحنكولا إيمانيا بقرابها مغفرة قولك مجي ودن بدافن كوكو بدريا حديث كان إمام الترمذي بأصوات صاري وأنه تحسيني الباني في صحيح الجامع أبو كصوات صاري أفركم صدح بقول لي صدر يا سيدين مركا قولك مجي ودنبي أدونك قولك انتو لاقي ودنبي أدونك أدون لي ماد لكن إلهي أنا وشريك يلين إلهي سبحانه وتعالى وحبه بلنغ هذا إنو دنبي كرنافع وحينو كجراء الله أكبر ولي وعن موضوع أيضاً كسر دوينة يا وحين كتر فضل قولي هي قفة توحيد كإلهي حقيقية لأن ولي قام واحد نقو سك إلى الخرافات سك إلى الحبالها سك إلى أوجد البريو سك إلى وذات حماياش كورنا يا إلهي غير كي أنت البريو بروح أي كتر ما واحد لا تواصل إلهي بعد إلهي الله سيمر سك إلى نعوذ بالله واحد كنت تواصلك رتاع ما شاء الله عمل كأت سميسو أيها اللقديك تا تواصل يدون يمركب إلهي الوجارو يديارد وحلقو تواصل الدعاء الصالحين من صالحة أو نور هذا ترى يد من القرآن وآخره لأن يسقو النور أذكر يسبو إلهي كبر يا أديك يسبو إلهي بمرتوته عمل كأت سوين إنسان إلهي كرجي بمرتي أيها مرتي الهرف يا لكن ندين تيا عمل كيسقو أي وحبالها كتيرة يا أوجا هدو كرا بري واحد ترى أوجا يو إله يوحنا أوجا كان وشركة عظيمة وي إسك إلهي يان قلب جاجا لدب جدي يان لدب جدي نعوذ بالله من ذلك نمنك مشركين تاه نصارى ضعه مرك عيسى بري يان وحي أمسيهن إله وين فادر بيو يقنا لكن وحلين عيسى كسر كيا وويل كيسية أيا إلهي نوبري بي أمسيه والعياذ بالله والعياذ بالله إلهي إذن الله ممرو ما ننتقي يا إلهي با عيسى مريم با عليه الصلاة والسلام أرندا وانا انتو قصده يا عيسى أنت قلت للناس اتخذني وأمي إلهين من دون الله عيسى وما أدقى يلي عني يا مريم
dadku aniga cibaadada hay soo maraano maartay ilaah sokadi hanna caabudaan oo ducada annaga hala nasiyo markaas oranaya ilaahu suuratul maida aakhirkeeda maya ilaahu ma oran wixii aan idhi waad ogtahay allahu akbar anigu waxaan sameeyey adigaa ka warqaba adigase naftaada ilaahu kama warqabo allahu akbar iska ilaali lidalika ibnu rajab wuxuu yidhi sheekha allaamada fatawxiidu huwa sabab lacdam tawxiidku waa sababta ugu weyn faman faqadahu qofka tawxiidkiisa iyo iimaankiisa cadiimka ah ee ilaahay keligii loo badhex tiraayo faman faqada qofka waaya faqada almaqfirata ilaahay maqfiradiisii waa waayay nacuudu billah waman jaa'a bihi qofka tawxiidkiisa xaqiijiya faqad ataa biacdami asbaabi almaqfira sababta ugu weyn ee ilaahay uu addoommadiisa ku marti sooro wixii dembiya ee ka dhacayna ilaahay ka dhaafo ayuu wataa qofkaasi laakiin hada maca mashiiat illahi caza wajal laakiin waxay ku xidhan tahay mar walba ilaahay mashiicadiisa oo haddaad shirkiga ka fakato macnaheedu maha inaad jannada iska gelaysay waxaa la yidhi haddii dunuubtii kale ay kugu badan yihiin oo ama zino ama sariqo ama qofku uu ahaa qof yacnii irtikaabo macaasida waaweyn oo weliba daa'ima sidaana ku dhintay isagoon ilaahay u shariig yelin ilaahay marka doonistiisu ku xidhan yahayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ciduu doono ayuu ka dhaafaa ciduu doonona intuu soo ciqaabo ayaa aakhirka qofku mar hadduu ahlu tawxiid yahay jannada ayuu ku dambaynaya oo dad badan oo ahlu tawxiid oo naarta intay soo galeen laga soo jiray dembigoodii oo dhuxuloobay siday dhuxusho kale noqoto dabeedna ilaahay naxariistiisii haleeshay oo ilaahay uu naarta ka soo saaray ayaa muuminiinta ahlu jannada inta jannada la keeno iyagoo dhuxuloobay baa la odhan doonaa maaulxayaa oo jannada ah ku shuba markaasaa ilaahay uu soo nooleyn doonaa sida uu geedka cayada la yidhaa usoo nooleeyo haddaba u firso markaasaa calaamad bay ahlu jannada ka yeelan doonaana waxaa la odhan doonaa waxaa loo bixin doonaa jahanamiyiin kuwii jahanamo soo maray walciyaadu billah ilaahay baan weydiisanayna inaan jahanamo soo marin waa kow fa in shaaa ghafara lahu wuuri sheekhu qofka marka ahlu macsida ahaa ee shirkigii ka fakaday hadduu doonaa logu dhaafaya wa in shaa akhadahu bidunuubi hadduu doonana ilaahay intuu dunuubtii ka soo jaro ayaa uma kaana caaqibatuhu cadhibtiisa dambe waxay noqon doontaa an laa yakhluda fi naar inaanu naarta ku waarin ila waa ahlu tawxiidi qofka ahlu tawxiidki naarta kuma waaro bal yukhraju minha naarta waa laga soo saaraya uma yudkhalu marta aljanna jannadaa la gelin doonaa waayahay fa in kamula tawxiidu lcabd addoonka tawxiidkiisa iyo addoonta tawxiidkoodu hadduu dhammaystirmo wa ikhlaasuhu lilah qof mukhlisa oo cibaadada ilaahay darti u sameeya hadduu noqdo fiihi wa qaama bishuruudihi shuruudda tawxiidka iyo ikhlaaska uu la yimaado kulahaa biqalbihi iyo walisaanihi wajawaarixi uu ka dhabeeyo carabka kana dhameeyo xubnaha jirka iyo maxaanku dhahdaa maaragtay qalbigiisaba lacamalka waxaa laga sameeyaa qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda ayaa laga sameeyaa ama jirkeenna intaba waa laga sameeyaa haddii tawxiidka iyo ikhlaaska qofku uu ka dhabeeyo carabka ka dhabeeyo qalbigana ay ka run tahay acmaasha uu sameynayana tawxiidkaasi uu maaratay ku bixiyo oo ilaahay qof ka baqaya yahay oo awaamirtiisa fulinaya maaratay waxaa weeyaan cinda almowt waqtiga uu maaratay geeriyoonayo dalika makfiratu maa salaf min adunuub hadduu qofku khaatima wanaagsan ku dhinto isagoo tawxiidkii carabka ka qiraaya iyo iimaankii oo carabka kaga dhawaaqaya waxa weeyaan afkana kala imanaya jawaarixdana kaga camal falaya waxa weeye ilaahay wixii ka tegey ee dunuuba allow ka dhaafaya allahu akbar allahu akbar marka qodobkaa koowaad waxaan halkaa soo aragnay nusuusta rasuulka sala allahu ka soo arortay iyo aayaadka qur-aanka aba alle ma dhaafo haddii loo shariig yeelo shirkiga labaa loo qeybiyaa marka intaanan qodobkaa ka gudbin shirki asqara iyo shirki akbara shirkiga akbarkaa isa ilaahay maba dhaafaba ilaahay naarta wuu ka xarimay qof mushrig ah oo shirkigiisu shirkigii weynaa yahay nabiyullaahi maxamed waa ogtiin adeerkii abuu taalib sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam inuu ugu yeedhay tawxiidka oo yidhi adeerow tawxiidka la kaale laba nin buu ugu yimi rasuulku markii uu abuu taalib dhimanaya iyagoo dul fadhiya oo u reabtiyo horee bani makhzuuma
أبو جهل نين لورنشري ينين كلو اسنا أبو جهل أي المدريين مركز سادنا عسك صفر استن أو رسول كنا دي أبوك فرست مركز ساوي حريا عمي قل لي كلمة كلمة إيدة وحاج بها يوم القيامة كلمة ما أنت قيامة أن كوجو ضاضة وإلهي كوجو بريو كلمة دا صقرة إيدة سي إلهي وكوجو دم بدافع اللي ذنوبته إله ولا دافعين وكتش ريته وحيد كفد لجيسة وحديث رهلا قل لي لا إله إلا الله إلى حق لو عبد مجر إله مويان بكساء أبو جهل يكيك لو حيكوي لهذين وحيكوي لهذين يعني أترقب عن ملة إبراهيم أترقب عن ملة عبد المطلب ده وحيكوي لهذين أترقب من نعسة عن ملة عبد المطلب أبها عبد المطلب أبو طالب مياد شركي وحي وكل انت قال لي مدي مياد نعسة ساس بيكوي لهذين فمات على دين أبيه وأمرت وأبى أن يقول لا إله إلا الله وحكول إنتي دينتي أبيه عبد المطلب إلى وأنا ديني إنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لذلك بقى إلهي وحكول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ما هنوني كرت الأدى أدانته ولكن الله يهدي من يشاء مركا توحيد كوين إلهي كلجي إلا عبد قفك هدو كسرا سيره وحويا إلهي سبحانه وتعالى نارت أيو توسقيني عيد كبد بعدين سنة ما تشرو نبي الله محمد أديرك وابد بعدين كرواي أبو مرت نوح ويلكيسي وابد بعدين كرواي إنه مرت عمل وغير صحيح بالود نبي الله نوح يا نبي الله لوط لابد ودي حاس ويبد بعدين كرواي فمرت فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين إلهي حاس كي نوح يا حاس كي لوط أو أهل الشرك قال له شقين شري دعوة الدين تيا أنبيادو أي كشقين سنة كسهر كذي لبضة إلهي النار تقولي وحنا ويكتر وين أنبيادي محايا لقفك هدو إلهي وشريك يرو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لذلك كسوى شرك قوي شرك غير إلى شرك الله بين وقعي منه إسقوا واستسكا وقفك إسقوا إلهي تشعل وإلهي الرميسن وأنبياد الراعي وقرآن كيبرتي وكتاب كي سنة دي وحكاية قانا أي هذانا محوصة مايا الشيطان كاو كقال من قضي شهودي سو مركا وعمل صالح الله يمنع يو ددك أنقو كلاما دين تشيقا يا أما لعاك تهيستا أما بشادة وشاقين أيابانا وقبادان أو خطر بادان شركة نوع عاصة شركة الأسخر ويانو قفكي عمل كان وصمينا يو وحوصة مين يا إلهي درتي وحكلو إسليه ددكو هكوغو أمانانو أما أتشيخ نقوتت أما قبر حجافي أنا نقوتت أما ننتاجر الله رهدو أتيخسي نقوتت أما الجهاد كمحنكو رضا ليروا مجاهد أدن قطت وحلقاشيغو مركا الشيطان كادوني إنو عمل كيسي كبر بريو كاسنا واشيركو الأسقرو استصبا ليره هذا معاسيدة مارتي واوين الزندة يساريقه حتو يدا يزندة إساقا أيا كخطرسان لأن عمل كاقودن أيا وحو كدقا يهابا المنثورة الرسول كنا وحو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول كوحو الحديث المسلم كي يقير كي يالله من عمل عملا من رسول كيدي صلى الله عليه وسلم إلهي وحيدي ربيين وحيدي من عمل عملا قفك عمل سمع لي أشرك فيه مع غيره وأنيق عمل كيسي صلاة يجهادك يعبادك يخيرك يوناك يأباب الكبلشدة يعلمك يوحى وصمينا يأردن قفك وصمي عمل عملا أنيق درتي وصمي أشرك مع غيري وحكله وصمينا يسيب الشدة وأمانته أو محمد الله يرضى عنك سوى جيسي في عن وأن ندتك واحتره أي قصة مانية إلهي وحول تركته وشركه إسقى يدتك كلاء وحيود راي بانو قتلي لأن إلهي وحبك فلي ماي الله أكبر حسك صحيح مسلم كاوري وحديث صحيح لذلك الشرك الأصغرك وكحون يهي دنوبتك كلاء أردن قفك إسقى نعوذ بالله إلهي ما كمان قال يزين يسته أما محمد الله مركي قارك وتراد كتجا أما مركي قارك وتزكذا أم بحن أما مركي قارك الدنوب أي كرد عضو أما حتى مرتي ديجي وحلمي ذا جلا أيار دامة قف كم مر والباء قلبي يس كشرته إنه إلهي نرالي جليه عد كلا نمرته وحقو دراء عد كلا نمرته عبادة السي وحكسية لذلك النفط إذا إن فيه نبا وإن أي نمحان كردا أي نمرته أرنتها كواننا لأن ما أنت وح فيسبوك يدا يوتيوب يدا يأدون كأردن هول كصعدة وحوين قف اللي بقى عن نقطة إلهي من كمان قال نعوذ بالله من ذلك قف كيس هدوس رادات عن نقطة
oo wuxuu sameynay ilaahay dartii aanu samaynin camalkaasi ilaahay wuxuu yidhi maarta waqadimu waxaan u hormarnay maarta wixii ay camal sameeyeen oo dhan fajacalnaahu haabaan mansuura nacuudu billah ilaahay wax ka dhigaya boord la firdhiyey buu ka dhigaya walciyaadu billah arrintaas aada iyo aada laysaga jiro waxyaabaha camalka buriyey ka mid tahay walciyaadu billah waxyaabaha camalka buriya ayay ka mid tahay iska ilaali waxaad samaynayso ilaahay dartii u samee waxaad dhegaysanaysa ilaahay dartii u dhegayso xijaabka ilaahay dartii u xiro dadka sadaqada ilaahay dartii u samee shirkiga asqarka waxa uu rasuulku yidhi wuu uga soo dhumasho badan yahay qofka muslimka ama muuminka ah sida quraanjo meel habeen gudcur ah meel dhagax guudkii ood fadhido oo dhagaxu sisib yahay dhagaxu madow yahay habeenkuna madow yahay quraanjaduna madow yahay sida ay quraanjada madoobiy inay kusoo gaadhay iyan kale aana jirkaaga u garanaynin ayaa nacuudu billaah nacuudu billaah ayaa shirkiguna maxaan ku dhahdaa ugu soo dhumasho badan yahay maaratay shirkiga askarkaayna uu dadka muuminiinta ugu soo dhumasho badan yahay waliyaadu billaah iska jir shirkiga yar shirkiga yar iska daa shirkiga yar waxa weyaan maaratay shirkiga weyn waxaa laga yaabaa dadku boqolkiiba sagaashan ama dhowr iyo sagaashan inaanay ku dhicin inaanay dadku ku dhicin baa la arkaa laakiin ka loo badan yahay in lagu dhaca walciyaadu billaah ka loo badan yahay in lagu dhaca waxa weeye waa shirkigaas weeye walciyaadu billaah lidaalika walaalayaal maanta darsigeenna waxaan leenahay oo asbaabta ka mid ah yacnihi asbaabta ugu weyn ee lagaga badbaado ilaahay naartiisa lagaga badbaado cadhada alle lagaga badbaado camalka xun lagaga badbaado ciqaab lagaga badbaado cudurka lagaga badbaado waxaa ugu muhiimsan qofku inuu ahlu tawxiid yahay shirkiga weyn inuu iska ilaaliyo ilaahay keligii caabudo hadduu doono cibaadadiisu haba yaraatee mar labaadkana cibaadadu la imanayo aanay ka gelin istus iyo maxaan ku dhahdaa maaratay maaratay inuu dadka yacnihii isleeyahay ha lagugu ammaano ee ilaahay dartii keligii waa inuu sameeyaa waxaa jirta kafaaro rasuulka sala allahu alayi wasalam ina amray in mar walba qofku la yimaado oo kafaaradaas waa maxay rasuulku wuxuu odhan jiray sal alla waslam ilaahay buu beri jiray wuxuu odhan jiray allaahuma inii acuudu bika an ushraka laka waana aclam wakfir lii fi maa laa aclam buu rasuulku mar walba odhan jiray waa nabiyullaahi maxamed ducada aada iyo aada u xifdiya ducada xifdiya ilaahay yacnihi mar walba markaad camal samayso ilaahay istikfaar weydiiso waa sababaha cibaadooyinka markaynu la nimaadno haddaad salaad aynu tukanno maxaa lagu bilaabaa markaad salaada dhammayso astakfirullah 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 hadday salaada tahay iyo hadday salaada ka hortahay wixii aad samaysay wixii dembiya iyo istusee kaa dhacay baad ilahay dembi dhaafka weydiisanaysaa rasuulku wuxuu odhan jiray laazimi jiray allaahuma inii acuudu bika an ushraka lak ilaah waxaan ka amangelayaa inaan kuu shariig yeelo wa ana aclamu anoo og waqfir lii ilaah waxaad iga dhaafta oo ii dembi dhaafta fii maa laa aclam anoo camal samaynaya haddii camalkaas ay waxoogaa igu kaliftay inaan dadka maaratay waxoogaa wejigooda raadsado oo ilaahow aan leexdo ilaahu leexinta iga soo qabo ilaahu adigu ii dembi dhaafa rasuulku odhan jiray sala allahu alayi wasalam rasuulku imaamu lmuwaxidiin buu ahaa yuu wax baraya innagaa wax lina baraya innagaa leexanayna innagaa maxaan ku dhahdaa ahlu shahwo ah oo jecel ammaanta innagaa shuhbooyinka ku dhacayna oo ducafo ah innagaa shaydaanku qaalib inaga yahay nabiyullaahi maxamed shaydaanku yacnihii wax dheefa kuma lahayn sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa macsuuma min adunuub mid dunuubta oo dhan laga ilaaliyey buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam asbaabta labaad ee aan ku darayo maanta darsigan kuna soo gebagabaynayo darsigan afraad ee waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaafkiisa lagu helo iyo sababaha loo maro waxaa ka mid ah sababta labaad ee aad ilaahay dembi dhaafkiisa ku helaysa waxaa ka mid ah almutaabacata lisunna inaad nebiga sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa raacdo inaad nebi ka dhigato inaad jeclaato inaad diintiisa raacdo inaad qur-aankiisa barato sunnadiisa barato inaad ku camal fasho xijaabka ku qaadato xumaanta iskaga dhowrto heesaha iyo musgiya fisqiga iskaga ilaaliso dunuubta kale iskaga ilaaliso qabyaaladda iskaga ilaaliso waa in ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisaad raacdo ka tagto dariiqa shaydaanka dariiqa qabiilka dariiqa diinlaawayaasha dariiqa calmaaniyiinta dariiqa kafarada dariiqa shaydaanka iyo macaazifta iyo masiibada uu ku shaqaysto ee uu rasuulku yidhi ulaa'ika ducaatun calaa abwaabi jahannam albaabada jahannama kuwa taagan oo dhan ee ku yeedhaya dariiqooda waa inaad ka carartaa ilaahay qur-aan wuxuu ku yidhi qur-aanka isaga oo laynagu waajibinaya inaynu nebiga dariiqiisa raacno
سيئين الدم دافك الله هلو قل إن كنتم تحبون الله ورهدا مؤمنين تيتهين إن قل إن كنتم هداتهين تحبون الله قار إلهي جعل أو إلهي وجهي سدونايا إلهي وحيدي وحد كتنا النبي الله محمد فاتبعوني أنا قدريقي يصرع محار دعايا يحببكم الله إلهي بايدين جعلانايا وهكو مركو الله إذن جعلانا محيط صمينايا ويغفر لكم ذنوبكم إلهي ذنوبتي نرافيا والله غفور إله هو الله المدافع والرحيم الرحمة بدن مركوي عده هيبا ويعني هي القرآن كوي عديه الله تعيش سوما إلهي هداد تعيش النبي محمد رع صلى الله عليه وسلم هداد النبي محمد رع أنا محاد ليس إنه الله كنت على هذا كو إيو المدافع كذا لك الرادين سبحانه وتعالى سورة آل عمران آية كو استناد ومن حديث جابر رضي الله عنه رضي الله عنهم سقي أبيه إلهي رعليها كذا يجيب مرتي رضي الله عنهما لبس حبيها هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واكو من يسعد ها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسعد ثانية ها قفك مارتي فولة من يسعد قفك فولة اي فانتا الثانية ماشا بورتا يرى محنكو دا الثانية يعني هي كالتشيحة بورتا يرى محنكو دا اي فرارالي ثانية المرار واكو لا يقانو ثانية المرار فإنه يحض عنه كاس فإنه يحض عنه وحا مرتي لقف مرتي وحا إلهي سبحانه وتعالى كهو بن دونا هي. ما حض مرتي عن بني إسرائيل وحي ريب بني إسرائيل إلهي سبحانه وتعالى وكهو بي واكو أو الدنوبة قال وحي الجابر فكان أول من صعدها كوه الرئي فولا وحي هاين خيلنا خيل بني خزرت فردها يجير بني خزرت واكو ثم مرتي تتام الناس مرتي دت كي بعصر راعي ونوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له لما أنتن والدين مردافع يا بلو إلا صاحب الجبل الأحمر نينك فوشن أو كمارتي جدودا ميان فأتيناه ونؤنمه إساقا وفقلنا له حانو كنري تعال وننك الله يرهد عبد الله بن نبي بن صلول بوها أو رعصب ما ننتهى فرشنايو نين منافق بوها فأتيناه ونؤنمه عبد الله بن نبي بن صلول بنؤنم فقلنا له حانو كنري تعال يستغفر الله لكم رسول الله رسولك إلهي هكود مرداف ويدية كالي ورسولك وطك صلى الله عليه وسلم فقال وحي عبد الله بن نبي بن صلول اللي إلهي بالمين إياه والله اللي أنا أجد طالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم نفكي قالوا ما يقيلها إن أنت عن رات سيدو بعد ذي دي صاهلو أيا إيقفي عن ساحبكين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابه ساكورنا ساحبكين إلهي دي مدافي ويديو قال وكان رجل ينشد مرتي طالة الله واختي أصلا ننكاسي وحو الرادني نف قيلة أو كلمة منافقين تي وحوها أنسار كجرتي إمام مسلم بحيسك صاري والعياذ بالله إلهي وحن كما قال لي إنه إلهي مؤمنين تنقر ريبه ومن حديث عن مرت أبي أيوب الأنصاري عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ بلوفرس قفك ويسيسته كما أمر سيدي الله أمري سنة نبي الله أمري نكا منافق آخر محو إلهي الرحمة دي سكوة يد مردافك رسولك إنه إلهي يد مردافه يديه لأن إنه رسولك راعو أيو ديدي صلى الله عليه وسلم قفك هدو رسولك وكل يحضو وحوين مرتي ومجرم بنقنية لذلك حديث كان أبو أيوب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول كوحيل من تواضأ قفك ويسيستكو كما أمر سيد الله أمري الرسول كو أمري وكو وصلى كما أمر أتو كذا سيد الله أمري النبي كو أمري صلى الله عليه وسلم غفر لهما تقدم من عمل وحا وحي هراء أردن إحمان السمية والغا دافيا وكو حديث كان إمام نسائي بصو ساري يا أحمد يا ابن ماجه علامة الألباني حديثك اللي حكم بغلية كوية تضباطن مارتي جامع سيح الجامعة أيوه محنكو هذا كو تحسيني ولا ليال وحنكو قبا قبيننا قضب كالله بعضو أهي تباعو مارتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه إلا إلهي دمردافك قفك الرائع وين إلهي وحوري ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وصعد مصيره قفك رسول كلاه نعتبر وما يشاقق الرسول قفك الرسول كيسك قبيله وشريعة دي سالة ديره
oo culimada la diriba maanta waxyaabahan idin kaga digaya waxa weyn arintaas xalay waxa la soo dhigay yaanihi facebookyada iyo meelahaas yaani maqaalo calmaaniinta iyo gaala raac oo ay wadaan oo ay doonayaan culimada inay sharafta kaga dilaan si diinta sharafta looga dilo oo shariicada la isku xukumayo ay ceeb noqoto maanta dadka muslimiinta qaar ba waxay ka khajilayaan in la yiraahdo shariicada la isku xukumayo nacuudu billaah لأن الشيطان كأي دون ينو مال بس تدك قبض سيو إلى هاي الحلية وما يشاقق الرسول دتك الرسول كلا دين اعتما يعدي دحلك الرسول كهاي صلى الله عليه وسلم إلى رسول كي ما تي نمر دحجوجو كتاب كي سيا سنة دي سي يدتك على الإسلام كعلماء ربانيين تا ينوجو يري يبينو هاي سنة عدا قنع مرتو ديدة ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين ككتاب كي سنة دا عدا أنا هين عدا يسكر رعده ها نوليه ما تولى وحانو راعيننا عدو الراعي قفكاسي ونسليه جهنم وحانو قليننا نرت جهنم وساءت مصيرا ميل لقلنا يذا وحماتي وجزاكم الله خير وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي خير هيدا نسيو رمانتين ميشا تشوكتان بقنواتك يوتيوبك فيسبوك ميلكستا ودروستان أياكو كلكو لنتان بشارقرية وفافية وحق دادك جارسية وحلقة يابا إن أجرك أذيك إيو إنت أقارو أدنب أذيالتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.